معي عبر الهاتف من مدريد الكاتب الصحفي عدنان الأيوبي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عدنان. كيف تتابع تطورات الموضوع ومع التكشف يوما بعد يوم عن الانقسام الموجود في شارع الكتالوني؟ يعني بعد المظاهرة التي شهدتها مدينة برشلونة اليوم، التي يقدر تعداد المشاركين فيها حوالي 1 مليون شخص، مؤيدين للحكومة المركزية مدريد ويرفضون استقلال إقليم كاتالونيا على الدولة الإسبانية، يبدو أن الانقسام بين مؤيدين وبين مناهضين للاستقلال قد تبلور فعلا وأصبح أعمق من أي وقت مضى، خاصة بعد قرار الحكومة في تولي زمام الأمور والحكم في إقليم كاتالونيا الجاري. لهذا يعني يبدو أن الاستقلاليون من دول الاستقلال يعني مصرون على مواقفهم وادعونا للبقاء في ظل وفي اطار الدوله الاسبانيه كذلك الامر. هم مصرون من يريد البقاء داخل الدوله الاسبانيه مما يتخوف؟ الذي يريد البقاء داخل الدوله الاسبانيه لا يتخوف بشيء، يتخوف بالاستقلاليين لانه يرى بان استقلال وانفصال كاتالونيا واقامه جمهوريه مستقله لن يكون وك يعني من يرمي نفسه بالفراغ ويلقي نفسه بالفراغ، فهذا ما تخوف منه انصار او الاسبان الذين يعتبرون انفسهم كاتالان واسبان في نفس الوقت. هذا هو التخوف الكبير. ومن يريد الانقسام كيف سيستفيد؟ لماذا يريد هذا وكيف سيستفيد؟ يعني ورد بتقرير الزميل عطاء الدباغ بأنه طبعا نتحدث عن بلد لديه الموارد ولديه ثروات ويريد أن يستفيد قدر الإمكان من موارد كاتالونيا، طبعا نتحدث، هل هذا هو الموضوع؟ لماذا يرى بأنه موضوع الانقسام سيكسبه أكثر؟ أنصار الاستقلال يرون هذا، ولكن هذا على الصعيد النظري، ولكن لو يوم من الأيام تم استقلال كاتالونيا وإعلان جمهورية فيها لن يكون هذا صحيح على أرض الواقع، خاصة وأن الدولة الإسبانية الشريك الاقتصادي الأكبر ستضع رقيل أمام المشاركة الاقتصادية والتبادلات الاقتصادية والتجارية وغيرها. الاتحاد الأوروبي سيرفض هذه الدولة في البداية للدخول في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. يعني بداية أتوقع بأنهم هم نفسهم الاستقلاليون يرون بأنهم ذهبوا بعيدا في مطالبهم بالاستقلال الكامل. كان من الواجب أن يطالبون المزيد من الصلاحيات للإقليم رغم أنهم يتمتعون بكثير من الصلاحيات، ولكن فلتت الأمور من بين أيديهم لأسباب داخلية بحتة سياسية بين الاستقلاليين أنفسهم. هل ممكن أن نتحدث قليلا عن هذه الأسباب؟ لأنه سيد عدنان يعني كما قلت حضرتك هم يعرفون يعني وفق حضرتك بأنه الموضوع ذهب أبعد مما كان يجب أن يذهب إليه، والكل يعرف بأنه طريق الاستقلال طريق صعب يتبعه في مواجهات عسكرية في حصار اقتصادي. فعلا يعني أنا أتوقع بأن من دعوا الاستقلال هم كوكتيل. طبعا الاستقلاليون يعني يوجد من يمين الوسط ومن اليسار ومن يسار اليسار، يعني كوكتيل غريب عجيب، ولكن على حال الاستقلاليون هم من حكموا اقليم كاتالونيا خلال 30 سنه الاخيره في الحكومه المحليه ويتمتعون بصلاحيات واسعه. انا اعتقد بان السبب الرئيسي هو ان اقليم كاتالونيا لا يريد ضخ 19% مثلا من دخله في الميزانيه العمل الدوله، يريد تخفيض ذلك الى 17% او 16%. والامر الثاني وهو لم يتحدث عنه الا قليلون هو أن رئيس الحكومة السابقة الذي ترأس الحكومة الإقليمية لكاتالونيا لمدة 24 سنة جوردي بوجول، هذا الرجل طبعا هو وعائلته متهمين بالفساد من قبل العدالة الإسبانية وسوف يواجهون عقوبة السجن لعشرات السنين، فهو يريد يعني وهو وراء كثير من الأمور من الحركة الاستقلالية، يريد استقلال كاتالونيا عن الدولة الإسبانية حتى لا ينفصل أمام القضاء الإسباني، رغم أنه لا يظهر بالصورة ولكنه نعم. هو الذي يحرك الحزب الأكبر الاستقلالي في إقليم كاتالونيا. أنا أشكرك جزيلا من مدريد الكاتب الصحفي عدنان الأيوبي.